السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله على كل حال، حمدا يليق بذي العظمة والجلال، الصلاة والسلام على عبده محمد صلى الله عليه وسلم شريف الخصال، وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، أما بعد. فيا أيها الأساتذة العظام والحضار الكرام، يسرني ويسعدني أن أقدم إليكم كلمات وجيزة حول عنواننا اللافت: العلماء ورثة الأنبياء. أجل يا سادتي وإخواني، لا يشك أحد منا أن هذا الموضوع يتطلب منا بشدة الاهتمام والعناية في عصرنا الراهن، لأن كل من يغلم غمول دين الله الحنيف لا يزال ينسى مسؤولياته الملقاة على عواتقه، ولم يحقق ما يحتاج منه المجتمع الإسلامي، وإنه يرى الخبائث قصة أمامه والفضائح عارية حوله، إلى أن تصل هذه الأمة إلى هوة عميقة نخافها. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى قد بعث الأنبياء إلى شتى الأمم لإرشادهم إلى الحق من الباطل، وإلى النور من الظلمات، وإلى السعادة من الشقاوة، وإلى الصدق من الكذب، وإلى طرق الجنة من طرق النار، وجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن تقل إلى جبار الله سبحانه إلا بعد أن ولى العلماء أمر هذا الدين القديم، آمرا ومخبرا العلماء ورثة الأنبياء. أيها المسلمون، إن علماء الأمة هم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق والباطل من الحق، ينفون عن دين الله الحنيف تأويل الضالين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. فكم من طالب علم علموه، وتائه عن الصراط أرشدوه، وحائل عن سبيل الله بصروه وذلوه. أحبة الإيمان، هناك أمر يحزننا ويؤسفنا في أيامنا هذه، أن معظم علماء هذه الأمة قد نسوا مسؤولياتهم وقلت حممهم، حتى شك الشاعر: سألت زماني لما رآك عقيما، وكنت ولودا للرجال قديما، فقالت لأن قد كنت قد كبرت وقدونا رحيل إلى الأخرى وصرت سقيما، ولم يبق في الأولاد إلا غسالة، وفارقني من كان قبل كريما. نعم يا سادة، كانت لنا أيام مزدهرة قد اشتهر فيها العلماء المخلصون، لا بد لنا أن نتبع أساليبهم. أيها الإخوة البررة، بالنسبة إلينا نحن الوفاة، نحن ممن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله الصوفية، لا بد لنا أن نكون مرشدي هذه الأمة ونخلصهم من الأخلاقية المخيفة، حتى تكون مثقفة بالثقافة الإسلامية ومشكلة بالأخلاق الدينية، فهي الركيزة الأساسية التي تقوم بها شخصية المسلم الحقيقي. لا أريد أن أطيل كلامي عليكم، وفقنا الله لهذا، سامحوني للختام، وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.